بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول محاضرة في مادة أساسيات تمريض. دي يا جماعة للترم الأول بعد التمهيدي مكثف وأولى تمريض بيدرسوا مادة أساسيات التمريض. يعني أساسيات التمريض هناخد الأول، إحنا خدنا فيها محاضرة، أول محاضرة كانت على الهايبر تنشن اللي هو الضغط العالي، أشهر مرضين اللي هو الضغط والسكر، دول هنبدأ بيهم. تاني مرض معانا اسمه ديابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر. بالمناسبة يا جماعة اللي عاوز التلخيصات اللي انا عاملاها دي، انا هسيب الرقم بتاعي في اول تعليق للفيديو وابعتولي اللي عايزه، يعني اللي محتاج التلخيص ده يبعتلي على الواتس وانا هصوره وابعتهوله، هيسهل عليك كتير. ما انا معايا المذكرة اهي، ممكن الطلبة مدينين عشان اشرح لهم منها، اهي ممكن اشرح لكم منها بنفس المنظر كده، بس انا مجمعه زي ما انتم شايفين اسهم ونقاط هتسهل عليكم المذاكره، واللي عنده حاجه زياده في الجامعه بتاعته يضيفها. هنشوف بقى ايه هو الديابيتس ميليتس اللي هو الديفينيشن بقى. اول حاجه it is a clinical syndrome. بصوا يا جماعه سندروم دي اللي هي متلازمه، متلازمه يعني ايه؟ مجموعه من الاعراض بتتجمع مع بعضها في مرض واحد، او بتديني هقول لكم مثلا زي متلازمه مثلا تكيس المبيض اللي هي خلل في الهرمونات، ظهور الشعر في الجسم، ارتفاع هرمونات الذكوره، دي كلها ايه؟ اعراض كتير بس بتؤدي الى مرض واحد اللي هو اسمه تكيس المبيض او تكيس المبايض، اللي هو ده في المجال الطبي يسمى سندروم متلازمه. ماشي، يبقى اتيز كلينيكال سندروم، ده التعريف. ان ويتش ذير از ان ايرور، في خطا اوف سي اتش او اللي هي الكربوهيدرات ميتابوليزم. احنا عارفين يا جماعه ان الانسان لما بياكل عيش او رز بيحصل له ايه؟ بيحصل لهم ميتابوليزم، ماشي، عشان يتحولوا لايه؟ لسكر جلوكوز. ديو تو، طيب بيحصل بقى خلل ايرور او خطا في الايه؟ في الكربوهيدرات ميتابوليزم ده بسبب ايه؟ سببين اتنين نحفظهم، ديو تو الانسولين ديفيشنسي اللي هو نقص الانسولين اصلا، او الريزيستنس اوف سيلز تو انسولين، او الخلايا نفسها بتاعت الانسان. عارفين جسم الانسان بيتكون من اصغر وحده بنائيه للجسم هي السيل، الخليه، ماشي، بتعمل ايه؟ ريزيستنس ومقاومه للانسولين، اور بوس او الاثنين، يا اما السبب اللي هو الانسولين ديفيشنسي او الريزيستنس، اور بوس او الاثنين. ذيس ليد تو، هيؤدي الى كرونيك هايبر جليسيميا، السكر هيعلى في الدم، ماشي، وجلوكوز يوريا. لو عملنا جلوكوز يوريا ده اللي هو تحليل اليورين البول، هيظهر فيه جلوكوز هيطلع بوزيتيف. فاسكولوباسي اللي هو خلل في الاوعيه الدمويه، اند نيوروباسي اللي هو خلل في الايه؟ في الاعصاب. دي الحاجات اللي هي الكرونيك اللي يعني هتشمل مرض السكر. يبقى ده التعريف اهو، كلينيكال سندروم ذير از ان ايرور ان كربوهيدرات ميتابوليزم ديو تو سببين الانسولين ديفيشنسي وريزيستنس اوف سيل. بعد كده بقى هناخد الكلاسيفيكيشن اوف الديابيتس ميليتس، التصنيف بتاعه. في عندي يا جماعه ما تتلخبطوش تلات انواع، البرايمري والسكندري والجستيشنال اللي هو سكر الحمل، ده هنشرحه بالتفصيل لانه في كلام كتير. البرايمري من اسمه كده هو ده تيز موست كومن، ماشي، ده اكتر نوع مشهور وبيجي صادم فجاه. الانسان رايح يحلل مثلا عشان يعمل عمليه، ما عندوش سكر ولا في دماغه، بيعمل تحليل عشان يروح مثلا يعمل عملية فتاء، لا عنده السكر، وده أشهر نوع مشهور في مصر. في منه نوعين بقى، البرايمري دوت في منه نوعين، بمعنى إن البرايمري ده يا جماعة ملوش سبب، مفيش حاجة سببته. يعني مثلا واحد بياخد كورتيزون مثلا، واحد زارع كلى فبيضطر ياخد حاجات مثبطة للمناعة وكورتيزون، فمن كتر أخد الكورتيزون جاله مرض السكر. ده يسمى ايه؟ ده ممكن يجي سؤال، ده سكندري دي ام ليه؟ لان في سبب سببه، ماشي. انما البرايمري اللي هو ملوش سبب، هو يعني اكتشفه فجاه كده، ماشي. في منه بقى نوعين، الطيب 1 والطيب 2. بكل بساطه احنا نسمع عن الطيب 1 عنده سكر من النوع الاول، ده بيجي بريفيوسلي كولد، كان بيسمى الاول زمان انسولين ديبندنت ديابيتس ميليتس، اي دي دي ام، انسولين ديبندنت معتمد على الانسولين، او جوفينيل اونسيت دي ام. جوفينيل دول اللي هم الاطفال، اللي طيب 1 ده خاص بالاطفال او معتمد على الانسولين، يعني طفل مثلا عنده سنه سنتين او لسه مولود حتى ويلاقوا عنده السكر ده، ما ينفعش ياخد، لازم ياخد انسولين، فاسمه انسولين ايه؟ ديبندنت، هو ده الطيب 1، فهمناه. الطيب 2 بقى النوع الثاني اسمه
كان يسمى previously insulin independent. ركزوا، يبقى الطيب 1 انسولين ايه ديبندنت، معتمد على الانسولين. الطيب 2 اللي هو بيجي للناس الكبيره، الشخص عنده 40 35 20 سنه 25 سنه، فاهمين اللي هو الادلت يعني، يبقى بريفيا كان يسمى انسولين ايه اندبندنت، غير معتمد على الانسولين. ليه؟ البنكرياس عنده شغال وبيفرز كميه بسيطه من الانسولين، فبيبدا باقراص. الدكتور بيديله اقراص كده يمشي معاها وينظم في اكله ويعمل رياضه ومش عارف ايه، فده اسمه طيب ايه 2. اكيد كلنا يا جماعه عارفين الانواع دي، ما فيش بيت لا يخلو من حد يكون مريض سكر. ايه اهو، خاص بالادلت والانس دي ام، ماشي. ايه تيك اورالي، بياخدوا زي ما انا قلت لكم برشام، ماشي. بط ان جلوكو ان جلوكوز ليفل مور هاي، لو مستوى لو السكر عالي بقى ومش قادر يتحكم فيه وبياكل كتير ومش منظم نفسه، او في حاله البريجنانسي، واحده حامل واكتشفت ان هي عندها سكر، ما هيبقى من النوع التاني. بس للاسف هما بياخدوا ايه، بياخدوا قراص عادي. وركزوا لان دي بقى دي محور الاسئله، انا هفهمها لكم والسؤال يجي زي ما يجي. طيب 2 في الاصل بياخدوا ايه اورالي، انما في حالتين اتنين او في ثلاث حالات لازم احولهم انسولين، وهما الثلاث حالات دول البريجنانسي الحمل و uncontrolled جلوكوز ليفل، مش متحكم في مستوى السكر. واحد طيب 2 بس مش متحكم، سكر واصل 450 500 وهو طيب 2 والحبوب مش عامله معاه حاجه، فالدكتور يحوله ايه انسولين. او ست حامل بريجنانسي، او واحده عامله عمليه عندها طيب 2 وعملت عمليه خلاص، لازم طالما سيرجيكال بيشنت اللي هي عملت عمليه لازم الدكتور يحولها انسولين، حتى لو هي بتاخد برشام عبات ما تخف من العمليه ويرجع يحولها ايه قراص تاني. والحاجات دي يا جماعه احنا كلنا عارفينها يعني، ما انا قلت لكم طالما ما فيش بيت يبقى احنا فاهمين الحاجات. فهمتوا؟ السؤال يجي بقى زي ما يجي، ماشي. يجي السؤال يقول لك ايه، اون البيشنت اون تايب 2 ديبند اون او تيك التريتمنت انسولين، في الاصل يعني انسولين، يبقى ترو اور فولس. فولس، هو في الاصل بياخدوا اورالي اكسبت في الثلاث حالات اللي انا قلت لكم عليهم دول، ماشي. بعد كده السكندري دي ام، يعني سكندري يا جماعه يعني سكر من النوع الثاني، سوري السكندري والثانوي. الثانوي ده بقى زي ما انا قلت لكم كان عنده مرض، هي بتبدا بحرف الاس يبقى كان له سبب، السكر له سبب. نشوف بقى الاسباب، عندي اربع اسباب اهم بكل بساطه. البنكرياتيك كوزز، يعني في مشكله في البنكرياس اللي هو الكورونيك بنكرياتيتس اللي هو التهاب البنكرياس، احنا واخدين في المصطلحات اي تي اي اس يعني انفلاميشن، يبقى كورونيك بنكرياتيتس، ماشي. ده ممكن يكون سبب. اندوكراينال اللي هو فيه مشكله في الغدد اللي هي الاندوكراين جلاندز، اكيد خدتوها في الفسيولوجي. كوشنج اكروميجالي، سيروتوكسيكوز الغده الدرقيه، دي كلها تندرج تحت الاندوكراين، ماشي. كل دي ايرور في الاندوكراين جلاندز، الغدد الايه، يا اما يكون فيها تضخم يا اما اللي الغده الدرقيه بتكون فيها مشكله، فاهمين ازاي. دراجز، بعض الدراجز زي الكورتيزون واحنا عارفينه طبعا، وادويه اسمها السيازيد، وكونتراسيبتيف كونتراسيبتيف بيلز اللي هي موانع الحمل، دي برضو ادويه بتسبب ايه، استخدامها على المدى البعيد ممكن يجيب ايه، يسبب السكر، مرض السكر. اذرز زي اللي هي الجستيشنال دايابيتس اللي هو سكر الايه الحمل نفسه، ممكن يكون سبب في ايه، في مجيء مرض السكر. فبعد كده تالت حاجه بقى هنتكلم عن الجستيشنال دي ام اللي هو سكر الحمل، فيرست ديتكتد ديورنج ليت بريجنانسي. ركزوا دي بتيجي في الام سي كيو، هو اصلا بيكتشف في الليت بريجنانسي. احنا الحمل عندنا يا جماعه ثلاث مراحل، مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه، السكر بيتم اكتشافه في الثانيه والثالثه، يعني مش ست لسه حامل في تاني شهر ونقول نشوف كده عندها سكر ولا لا، هو بيظهر في المرحلة التانية والتالتة من ايه، من الحمل. ما هو الحمل 9 شهور، 3 3 3 تلات شهور اللي في الوسطانيين والتلاتة الاخرانيين، هو ده احتمال ظهور الايه السكر. يبقى الفيرست ديتكتد يورنج ليت بريجنانسي اللي هو السكند ايه اور الثيرد تريمستر. This is due to بسبب برضو الانسولين ريزيستنس اوف سيلز، مقاومة الأنسولين، ماشي، و secretion of anti insulin hormone، إفراز حاجة اسمها الأنتي أنسولين هرمون، الجسم نفسه والست حامل يفرز الهرمون ده اللي هو مضاد للأنسولين،
هرمون بيتفرز مضاد لعمل الأنسولين، ماشي. بعد كده بقى هنشوف 2% of pregnant women، 2% بس نسبته مش كبيرة، من الستات الحوامل بيحصل لهم كده. usually revert to normal after delivery، في الغالب يعني بعد الولادة بترجع الست لحياتها الطبيعية وما بتلاقيش عندها سكر. طيب ان 40% باصز تو تايب 2 وزن من 5 ل 10 years، يعني ممكن 40% من السيدات الحوامل اللي كان عندهم سكر ممكن يتحولوا للنوع الثاني، ماشي، خلال من 5 ل 10 سنين، ودي نسبة مش كبيرة. بعد كده المانيفستيشنز اللي هي الأعراض، ودي مهمة جدا. في عندي نوعين من الأعراض، حاجة اسمها اسيمتوماتيك وسيمتوماتيك. اسيمتوماتيك دي يعني ظهر فجأة، حرف الايه احنا واخدين ان هو وزوت في المصطلحات، لما اقول لك اسيمتوماتيك يعني ما فيش عندي اعراض، اكسيدنتالي ديسكفرد بيتم اكتشافه فجأة بدون اي اعراض، ماشي. سيمتوماتيك بقى اللي هو الاعراض بتاعته نحفظهم، لان اللي الطلب اللي بيجي لهم اسئله مقالي، ده سؤال ممكن اقول لك ايه يعني ايه ديفاين او اكسبلين المانيفستيشن اوف دي ام، الاعراض بتاعه الايه السكر، مرض السكر. هما 5 بي، ماشي، بولي يوريا بيخش الحمام كتير، بولي ديبسيا بيعطش كتير، بولي فيجيا اللي هو الاكل الكتير، بريريتس حكه في الجسم يهرش يعني في جسمه، باراسيزيا اللي هي تنميل الاطراف، ماشي، وكمان لوس اوف ويت فقد في الوزن ان تايب 1 ديابيتس، الناس اللي عندهم تايب 1 وزنهم بينزل. بعد كده بقى الكومبليكيشنز، يعني ايه كومبليكيشنز؟ المشاكل اللي بيسببها مرض السكر، افكت مالتيبل اورجانز بيأثر على اعضاء كتيره جدا، اكيوت كومبليكيشن اللي هي الكوما، ده دي كلمتين كده، ده الكومبليكيشنز كتير جدا. الانفستيجيشنز التحقيقات، يعني ايه الانفستيجيشنز؟ انا مريض جالي مثلا، انت قاعده في الاستقبال وبيقول لك انا بعطش وبخش الحمام كتير، هتعملي له ايه؟ وده سؤال مهم وبيجي، لازم تعرف الخطوات اللي انا كاتباها دي كلها. اول حاجه هنعمل له سيرم جلوكوز ليفل، هنقيس مستوى السكر في الدم عشوائي كده بالجهاز وانا قاعده في الاستقبال، اكتشفت ان هو مثلا طالع 220، اسيبه يروح؟ لا، ده انا هقول له بقى هتجيلي بكره الصبح صايم، هاخد له عينه صايم فاستنج بلاد جلوكوز تيست، وده الطبيعي نحفظ يا جماعه الارقام دي لانها مهمه وبتيجي في الامتحان. الفاستنج من 70 ل 110، الفاستنج بلاد جلوكوز الصايم من 70 ل 110 مللي جرام على الدي سي ايه دي سي لتر. صيام من 6 ل 8 ساعات، ما يجيليش مثلا صايم من امبارح ما اكلش العصر وجاي لي تاني يوم الساعه 9 ولا الساعه 10 ويقول لي ده صايم، لا كده غلط. الصيام من 6 ل 8 ساعات بس. تاني حاجه بوست برانديال جلوكوز تيست اللي هو بعد الاكل بساعتين، يفطر وبعد ساعتين يجي لي اب تو الطبيعي 140 مللي جرام على الدي سي لتر. افتر ميل باي 2 اورز، بعد الوجبه بايه بساعتين. بعد كده هعمل له يورين اناليسيز اللي هو تحليل البول، هاخد منه عينة بول اشوف الجلوكوز والاسيتون فيها، هعمل له حاجه اسمها جلايكوزيليتد هيموجلوبين اللي هو اتش بي اي 1 سي اللي هو السكر التراكمي. يعني ايه سكر تراكمي؟ دي بقى يا جماعه بنسحب له عينه، هي تحضيرها زي تحضير انبوبه السي بي سي، صوره الدم بالظبط، بس ده ليها شغل تاني. باختصار كده الجلوكوز البيتا تشينز اوف هيموجلوبين ايه، ماشي، الجلوكوز بيمسك فيها. النورمال ليفل بيكون 6% اوف توتال هيموجلوبين، النورمال بتاع الاتش بي اي 1 سي بيكون 6% اوف توتال ايه هيموجلوبين. بعد كده اعمل له الاورال جلوكوز توليرانس تيست او جي تي تي، بعمله ازاي اورال جلوكوز توليرانس تيست الاو جي تي تي بعمله ازاي؟ نركز، ما ده شغل تحاليل بس يعني اعرفها برضو. اول حاجه المريض بيجي لي صايم زي ما قلت لكم، باخد له عينه دم صايم وعينه بول صايم، ماشي، فور ميجرنج الجلوكوز زين هدوب 75 جرام من السكر في 300 مللي ايه ووتر، كوبايه الميه اللي احنا بنشرب فيها ميه هحط فيها 75 جرام ايه جلوكوز وادوبهم واقول له ايه اشرب الميه دي، الميه بسكر، ماشي. وكل بعد انا خدت منه عينه صايم وبعد كده هشربه المحلول ده، وبعد كده كل نص ساعه هاخد منه عينه دم وعينه ايه وعينه بول، لا لمده قد ايه؟ لمده ساعتين، يعني انا هاخد منه 4 مرات اهو. زين جيفن تو ذا بيشنت هنديها له يشربها، زين البلاد ويورين كولكتد افري هاف اور، كل نص ساعه اخد منه بلاد ويورين وهكذا، ماشي، فهمتوها؟
تو ميك جلوكوز كيرف. الجلوكوز كيرف بنرسم بقى تشارت كده وبيطلع لي بالمنظر ده كده، ونبعته بقى للايه، للفيزيشن يشوف هيديله ايه او هياخد علاج ايه. بعد كده بقى الكومبليكيشنز دي هنشرحها ان شاء الله المرة الجاية.